مرحبا يا جيران، لنتعرف على بعضنا. أنا باتمان الأذكى على الإطلاق. أنا سبايدر وومن الأسرع. أنا هارلي كوين الأجمل على الإطلاق. أوه يس. وأنا هالك. مفاجأة. وقت التحطيم. هالك توقف. أوه لا، أغراضنا هناك. لنجمعها. نعم هيا. No way. Excuse me. فكرة. هالك يحطم. Yes. أشياء كثيرة. واو. أها، هالك صغير. هذه السيارات تحصل عليها إذا فقعت البالونات السوداء. سهلة جدا لأنني باتمان. Excellent. لكنك أعطيتني سهمين فقط. حقا. فكرة. أها. ما هذا؟ كيف حصل هذا؟ هيا أعطني جائزتي. حسنا، خذ سيارتك. سآخذ الطاولة أيضا. ماذا؟ لنرى ماذا لدينا هنا. يس، سبايدر هالك. كتاب. واو، سآخذ هذا. لنرى ماذا يوجد هناك. شنطة، هذا ما أحتاج. يس. سيارة سبايدر. No way. عناكب. لحظة، أنا عنكبوت أيضا. مرحبا، آسفة، أحتاج هذه. يس. أقلام.
لغز. واو. واو. طوابع. تلوين. أحتاج إضاءة في غرفتي. هاي مانيا، انظري هنا. حسناً سيد عنكبوت. سأريكم ماذا سأفعل به. أوه يس. لنجرب شبكة العنكبوت. واو، يا هذا إنها لي. سوف أنقل كل هذه الأغراض إلى غرفتي. أوه يس. أها. Fantastic. لنرى كيف سيكون ضوءه. واو. اها. اوسم. او يس. واو. اوبس. اسف. جيد، لكن ينقصه شيء. او يس. ليس مضحكاً، لا أرى شيئاً. hey. لدي فكرة. واو. أوه يس. هكذا تبدو أفضل. لم أنتهي بعد، أحتاج المزيد من الأغراض. أوكي. أين هارلي كوين؟ ها. علي أن أدخل إلى هذه الغرفة. هاي. هذا القفل لن يمنعني. الكثير من الأغراض، لنتفقدهم. أها. مشط جميل للشعر. أوه يس. مرآة جميلة. هذه سجادة، سأخذها. أوه يس. قلم. يس. إذا أمطر
دفترة اليوم. دفتر. لأحمل كل شيء. واو، هنا كل شيء أحتاجه. لعبة باتمان، وهذه أيضا. لحظة، هذه حقيبة. لنضع هذه هنا. نعم، كتب باتمان، مخدة، الكثير من الأشياء. أحتاج إلى شيء لأحمل هذه. هذا ما أحتاج تماماً، حقيبة عملاقة. إنها لباتمان، كبيرة جداً. طفل باتمان. أوه، حلويات باتمان، جميل جداً. كأس باتمان. واو واو، رائع. هذه جميلة أيضاً. تبدو وسيم. كأس. واو، ملابس، ممتاز، جميلة جدا. ليست مقاسي لكنني سأستخدمها. واو، وقت الذهاب للغرفة. او يس. أها. يامي. أو يس. هذا رائع. Excuse me? Hey! ما هذا؟ Oops! Go, go, go! Fantastic! Aha! Okay! غرفتي جاهزة! Yes. Wow.
واو، هذا رائع. كيف يعقل هذا؟ وقت بعض السحر. أوه، ثقيلة. إنها ترتد. واو، وقت الجزء الأفضل. واو، هذا رائع. ها؟ واو واو، أريد هذا أيضا. أولا أريد هذا السلايم. هذا ما أحتاج. سأفعل مثل فانيا. لماذا لم ينجح؟ واو، وكأنه أكلها. هذا الشيء لا ينجح. ما الذي حصل؟ أردت سلايم مثل سلايمك، لكن أعتقد أن مغناطيسي مكسور. لا، مغناطيسك جيد، لكنني ألعب بالسلايم المغناطيسي. سلايم مغناطيسي؟ لدي فكرة، سوف أجعل سلايمك مغناطيسي مثل هذا تماماً. أوه، حسناً. عليك إضافة بودرة الحديد لكي يصبح مغناطيسي. حسناً. رائع، والآن عليك خلطها جيداً. نعم، هكذا. هنالك شيء مفقود. فانيا، هل أستطيع إضافة شيئاً جميلاً إلى هذا؟ بالطبع تستطيعين، زينيه كما تشائين. هيا لنبدأ. هل أجرب؟ نعم. شكراً على المساعدة. لا عليك، انتهيت. هيا لنبدأ التجربة. لقد نجحت. واو، هذا رائع. ستيفي، سأريك الآن كيف سيعمل السلايم المغناطيسي. ستحتاجين البودرة الحديدية وبعض الماء وحوض أيضاً. حان وقت البودرة. والآن وقت المغناطيس. كيف يعقل هذا؟ المغناطيس يجذب الحديد، وهكذا يجذب السلايم قطعة الحديد إليه. واو، إنه يبدو كالسحر. لكنه ليس سحر حقاً، لأن المغناطيس لديه قطبان. لنجرب هذا، نضع المغناطيس في هذه الشاحنة. والآن الأقطاب المختلفة في المغناطيس تنجذب، لهذا نستطيع جذب السيارة. واو، سترونها على هذا المغناطيس، القطب الشمالي والجنوبي. هل هم مختلفون؟ هذا صحيح، لنبدل الجهات. والأقطاب المتشابهة تتنافر. واو. أريد أن أجرب. نعم بالطبع. هل يستطيع المغناطيس جذب أي شيء؟ لنكتشف هذا، سأخفي بعض الأجسام داخل هذا الحوض، وأنت عليك أن تخرجيهم باستخدام المغناطيس. انتهيت. والآن حاولي جذب الأشياء بهذا المغناطيس. واو، لنرى ما
هذا يوجد أيضا. واو، أخرجتها وأنا سأجرب أيضا. انظري، هذه الأشياء ليست مصنوعة من الحديد، لهذا لم تنجذب، لأن المغناطيس يجذب الحديد والمعادن الأخرى. لقد فهمت، هذا رائع. حسناً ستيفي، نستطيع أن نقوم بتجربة أخيرة. نعم، هيا بنا. سنحتاج في هذه التجربة برغي ومغناطيس والسائل السحري، هكذا. والآن نضع من هذا هنا. أريد أن أجرب. تفضلي. واو، سنجرب شيئاً آخر بهذا السائل. حسناً، والآن سنضع بعضاً منه في هذا الوعاء. يبدو مثل القنفذ. يبدو وكأنه قنفذ الجلي. أحسنت ستيفي، والآن هيا لنلعب في السلايمز. هيا بنا. لقد ابتلعتها. لنضع بعض الأعين عليها ومغناطيس. هذا رائع، أريد أن أشكل سلايمي أيضاً. فكرة رائعة، هيا. أوه، ما أجمله. سأصنع واحداً أيضاً. لنضع بعض الأعين. آه، إنه ظريف، سوف أدلله. فانيا، لنلعب لعبة. أي سلايم سيأكل المغناطيس أولاً؟ هيا لنبدأ. هيا هيا ابتلع. هيا، يمكنك هذا. ياي، فاز سلايمي. مبروك ستيفي. شكرا فانيا على هذه اللعبة المشوقة. العلم مشوق جدا. هذا صحيح. هذه بيوت سحرية تحتاج إلى الماء لكي تكبر. 1 2 3. أحسنتِ. وقت السحر. أصبحت البيوت كبيرة. أحسنتم يا أطفال. بيتي أخضر. بيتي زهري. بيتي لونه أزرق. لدي فكرة، ما رأيكم أن نلعب تحدي البقاء في البيوت لمدة 24 ساعة؟ نعم نعم. التحدي سهل جداً، علينا أن نزين بيوتنا بنفس لون البيوت. لوني زهري. داشا، عليك أن تزيني بيتك باللون الأخضر. ستيفي، زينة زرقاء. لدينا 10 دقائق فقط، سوف يبدأ الوقت الآن. أزرق، أنا أبحث عن الأزرق. انظروا إلى هذا، أعتقد أنه حوض. يبدو جميلاً، أعجبني. سوف أستخدمه. غرفة كبيرة، سأبحث عن الأزرق. هنالك الكثير من الأزرق. هنالك الكثير من الأزرق، سوف أبدأ. هيا انطلقي. واو، إنه جيتار. يبدو رائعاً، لنأخذه. واو، دب أزرق. ظريف جداً، ولونه أزرق. واو، خشخيشة. الكثير من الآلات الزرقاء. ساكسفون. أعجبني. وهذه زرقاء. رائع. واو، ضوء أزرق. ممتاز. كرة زرقاء. وسيارة زرقاء. واو، أنا فخورة بك. باتمان أزرق. وفيل أزرق.
تعرفون من هذا؟ ستيتش. هذا الببغاء أيضا أزرق. إنها حقبة الببغاء الأزرق. إنهم نادرون. أنت محظوظة يا ستيفي. يلا من مصاصة كبيرة. إنها بلوني. ستيفي، هل ستأكلينها حقا؟ لا، إنها طعام سيء. سوف أجد شيئا أفضل. حسنا يا أطفال، هذا الطعام ضار جدا. لنأخذكم معنا. هذه مفيدة. حصلت على الكثير من الأزرق. لنذهب. أعتقد أن لديك الكثير من اللون الأزرق. لنسرع. هيا لنبدأ التزيين. ناعم جدا مثل السجاد. يبدو دافئا. هل أعجبكم المنزل؟ خذ الفيل الأزرق. أين سأضع هذه؟ لقد عرفت. كرة للعب. فكرة رائعة. والآن وقت الجيتار. والآن سيعيش معي. والآن أصبح لدينا الكثير من الألعاب والآلات الموسيقية. اضغطوا على زر الإعجاب إذا أعجبكم البيت. واو، كرات. جميل، لكن علي أن أضيف شيئاً. هنالك شيء سهل جداً. جاء دوري الآن للبحث عن أشياء زهرية. هذا ما أحتاجه تماماً. رائع، سيكون كالسجادة في بيتي. واو، انظروا كم لعبة زهرية. يا رفاق، ما لونكم المفضل؟ هذا الشيء الزهري سيكون مفيد. اضغطوا زر الإعجاب إذا أعجبكم الزهري أكثر من الأزرق. سيكون لدي الغرفة الأجمل. انظروا كم أنا قوية. هل تريدين مساعدة؟ نعم بالطبع. المزيد من اللون الزهري. لم لا؟ لا، لدي خطط أخرى لليوم. هذا ليس يومك اليوم. أولا. لنبدأ التزيين. البطانية أولا. يبدو المكان جميل، لكن ينقصه شيئاً ما. لقد عرفت. يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ علي أن أجد أشياء خضراء. جاء دورك يا داشا، هنالك الكثير من الأخضر. نظارات خضراء، ما رأيك؟ أعجبتني، لكنها ليست ما أريد. لقد أعجبني هذا، سوف أخذه معي. واو، وحش آخر باللون الأخضر. إنه ثقيل. لدي فكرة. حية خضراء. لا تخافي، إنها ليست سامة. تبدو وكأنها مبتسمة.
ياي، لنأخذه معنا. لنبحث عن أشياء أخرى خضراء. دونات خضراء لنأخذها. أخذت كل الأخضر. السلام أولاً. جاهزون. وقت التزيين. نعم، لنبدأ بالسجادة، إنها ناعمة جداً. دافئة جداً. واو، انظروا كم أصبح المكان جميل. أريد مثلك. المكان مظلما. هكذا أفضل. أنت محقة. هكذا أجمل. سأضيف بعض الأضواء أيضا. كم أصبح المكان جميل، أزرق زهري وأخضر. لديكم غرف جميلة. أوه، ما هذا؟ ماذا بداخلها؟ كيف نفتح هذه الصناديق؟ لا أعرف. يبدو أنها هنا لسبب ما. واو، ما هذه الأعين؟ أوه نعم، داشا اذهبي وأحضري وحشك. نعم إنها مناسبة، جاء دورك. لا نعم إنها مناسبة. انظروا كم أظافري طويلة. ما رأيكم أن نجمع بيوتنا سوية؟ فكرة رائعة. مرحباً، أستطيع سماعك. حسناً، لنتصل بداشا. أنا مرحباً، أنا أسمعك، هل تسمعينني؟ نعم. اشتركوا بقناة فانيا مانيا. كيف حالكم؟ بخير. هل أعجبتكم لعبة اليوم؟ هل أنتم مستمتعون؟ نعم، مستمتعون جداً. مرحباً، كيف حالك؟ بخير. أليكس، ماذا قلت لك؟ علي أن أفتح الباب. يجب عليك ألا تفتح الباب للغرباء. ها؟ ها؟ واو، إنها وينزداي. مرحبا، طلب الصندوق السري. لا تقلقوا، هذا حيواني الأليف. بابا، هل تسمح لوينزداي بالدخول؟ أريد أن ألعب بالعنكبوت. لا أرجوك، العنكبوت مخيف جدا. لكنني أريد اللعب معه. No way. هم؟
ماذا كان ذلك؟ آها. لا 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 أليكس لا. ها؟ مرحبا، طلبوا الصندوق السري. زهرة جميلة. واو، يا لها من زهرة خطيرة. لا ليست خطيرة، إنها خائفة فقط. العب معها. بابا أريد اللعب معها. لا، هذه الزهرة خطيرة جدا. حسنا. ها؟ أليكس عليك التوقف عن ذلك، لا تفتح الباب للغرباء. ها؟ طلبية الصندوق السري. بيت جميل، دعوني أبقى. لا لا تستطيع. رائع أليكس، إلى اللقاء. أوكي. هيا بنا لنجرب عصا سوبرمان. 1، 2، 3، 4، 5. واو إنها تعمل. من هناك؟ علي أن أفتح الباب. أليكس، لماذا لا تتذكر ما قلته لك؟ لا تفتح الباب للغرباء أبداً. ها؟ طلبية الصندوق السري. أها. واو. Fantastic. شكرا على الهدية، لكن لا يمكنك البقاء. أليكس أحسنت. وداعا وداعا، إلى اللقاء. لنرى ماذا سيفعل هذا. هذه سينما، ليست ممتعة لوحدي. سأتصل بأصدقائي. يا رفاق، هيا لنجلس في السينما. حسناً، لنزين المكان أولاً. أولاً علينا تزيين البراك. سوف أزين بركتي على ذوقي. ممتاز. هذا لي. رائع. سأستخدم اللون الأخضر. رائع. لا أحب الألوان المضيئة، سأستخدم ألواني. وصديقي العزيز، أجمل درجات اللون الأسود. كل شيء جاهز للفيلم. أليكس، ماذا قلت لك؟ لا تفتح الباب للغرباء.
برعاية سبين ماستر. حان وقت إنقاذ مايتي بوبس. فانيا مانيا كيدز جاءوا إلى العرض الأول في موباو باترول ذا مايتي. الحلوى غير مسموحة أيها الصغير. هكذا أفضل الآن، يمكنك الدخول. مرحبا، التذكرة لو سمحتي. حسنا، بإمكانك العبور. أها، الشوكولاتة غير مسموحة أيتها الفتاة. مرحبا. واو، يا لها من علبة بشار كبيرة. نعم، أنا جائع جدا. حسنا، تفضل. مرحبا. مرحبا. انتظري. يايكس. انتظري قليلا، الحلوى غير مسموحة. والآن بإمكانك الدخول. يبدو وكأنها كانت تمطر كرات. لنجلس في مقاعدنا. الكثير من المؤثرات الخاصة في هذا الفيلم. لا يا فانيا، هذا الشيء يحصل بالفعل. إيه؟ هذا غريب. أنا أخاف من الظلام. لا تخافي يا أختي، أنا معك. أطفئ الأضواء، ابدأ المغامرة. تعود البوبس بقوة إلى الشاشة الكبيرة، ولديهم مركبات جديدة فائقة القوة لمساعدتهم على عمليات الإنقاذ. أعتقد أنه جيس. وهذا سكاي. مارشال. روكي. رامبل. زوما. ساعد البوبس لإنقاذ المدينة من الخطر. يا رفاق، لدي فكرة. علينا إنقاذ المدينة. سوف أدمر المدينة. سوف أدمر المدينة. أوه لا. ها؟ الشرير سيدمر المدينة. حان وقت إنقاذ مايتي بوبس. تحميل مدافع المياه. جيس جاهز لإنقاذ مايتي بوبس. سكاي جاهز للإنقاذ. مارشال جاهز للإنقاذ. رابل جاهز للإنقاذ. زوما جاهز للإنقاذ. روكي جاهز للإنقاذ.
سوف أوقف المايتي بوبس وسأدمر كل شيء. علينا أن نسرع يا رفاق. تشيس، أحتاج مساعدة. تشيس، أحتاج مساعدة. ها؟ أحتاج شيئاً لأغلق الفتحة. لا تقلقي، سأحضر شيئاً. وجدت شريطاً لاصق، أتمنى أن ينجح. كيف تجرؤون على ذلك؟ أنا المسيطر هنا، خذوا هذا. أوه لا. ساعدونا، علي أن أساعدهم. مارشال جاهز للإنقاذ. أنا فقط أقوم بواجبي. زوما تعال، هنالك عمل لك، لأن زوما يستطيع التحول إلى ماء. زوما قادم للإنقاذ. أعرف ماذا سأفعل. ياي، لقد نجحنا. رابل جاهز للإنقاذ. أسمع شيئاً، أنا كرة مدمرة. أحسنت يا رابل. شكراً لكم رابل وسكاي. القطة في أمان. روكي جاهز للإنقاذ. ما هذه الفوضى؟ لننظم المكان. سوف أقوم بتدمير حاملة الطائرات وأحصل على القوى الخارقة. زوما، أحتاج مساعدة. خداعهم سهل جدا. سنحتاج إلى هذا. بقي واحدة. المكان هادئ جدا. لن يوقفني أحد الآن. تحذير، الشرير يقترب من حاملة الطائرات. اللحظة الحاسمة. توقف، لا تفعل هذا. لا، كيف استطعتم؟ نعم. ها، أمسكت بك. جايس يحل القضية. نعم. أنقذنا المدينة. ياي.
كان الفيلم يا رفاق؟ الأفضل على الإطلاق. نعم نعم يا رفاق، كونوا مايتي بوب في العالم الحقيقي وساعدوا الناس في مجتمعكم. متوفرة في والمارت، تارجت وأمازون. شكراً لسبين ماستر على رعاية هذا الفيديو ومساعدتنا في إنتاجه. من ترك هذه هنا؟ لا، ما الذي يحصل؟ ساعدوني، أنا محبوس. ساعدوني 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 ساعدوني. هيا بسرعة أرجوكم. فانيا، كيف سنساعدك؟ لا أعرف. عليكم الفوز بست تحديات حتى تنقذوا فانيا. علينا إنهاء التحديات لكي ننقذ فانيا. احذروا، ما هي نكهات هذه المشروبات؟ حسناً، لا عليكم، أنا بارعة. برتقال. عنب. كاندي. طعمها التوت الأزرق. ليمون ونعنع. كيوي. شوكولاتة. هل هذا سبانخ؟ يبدو كالليمون. الأخيرة، لقد شبعت. لقد قلت جميع الاختيارات. فكري فكري فكري، ربما عصير التفاح. ياي. لقد أنهيت أول مهمة. أحسنت مانيا، يمكنك فرقعة البالونات الحمراء. ياه! مانيا، استمري. احذروا، ما بداخل هذه الصناديق. ادعوا لي بالنجاح. شعور رائع. هل هو رمال؟ الرمل السحري. يا إلهي، إنه يتحرك، يبدو حياً. إنها لعبة عنكبوت. حسناً حسناً، ماذا بعد؟ ناعم. أوه نعم، إنه ريش. إسفنجة؟ لا، قطعة تنظيف. حوض بالطبع. سهلة، أعتقد أنها ألعاب إسفنجية للاسترخاء. كان هذا تحدياً سهلاً. فانيا، لقد فزت بالتحدي الثاني. أحسنت مانيا، تستطيعين فرقعة البالونات البرتقالية. شكراً. صنف الطعام الصحي من الغير صحي. حسناً، لنبدأ. بطاطا غير صحية. دونات غير صحية. تفاح صحي. كعكة ليست صحية.
مارشميلو صحي. لنغيرهم. فانيا، لقد أنهيت التحدي الثالث. واو، أحسنتي يا داشا. عليك فرقعة البالونات الصفراء. شكراً يا داشا. صنفوا أدوات المطبخ من الأدوات الطبية. واو، لكن ما هذا؟ أها. عليك فرقعة البالونات الخضراء. أها، شكرا لك يا أليكس. بقي لونان الآن. ذوبوا حلوى شعر البنات في الماء وجدوا الألعاب بداخلها. حسنا، لنبدأ. 1، 2، 3. يمكنك فرقعة البالونات الزرقاء. حسناً. داشا، شكراً لك. جدوا جميع الألعاب داخل السلايم. حسناً. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. لنبدأ من الأولى. لقد وجدت شيئاً. 2. 3. رقم 4. أين هو؟ رقم 5. رقم 6. وبقي لدينا رقم 7. شيء كبير.
التحدي الأخير. فانيا، لقد أكملنا التحدي الأخير. أحسنتم يا رفاق، أعطني إياها، سوف أفرقع البالونات البنفسجية. شكراً لكم على إنقاذي. لا عليك يا أخي. يا رفاق، هنالك شيء ما في الصناديق. يا رفاق، أعتقد أنهم ذهبوا. حسناً، سأرى ماذا يوجد في الصناديق لوحدي. تمنوا لي حظاً طيباً. أعرف ماذا سأفعل. أنا سوبرمان. واو، سوبرمان. لنلعب لعبة. بالتأكيد. انظر، أتحداك أن تفقع جميع البلالين الزرقاء دون أن تمس بالشعار. أنا متأكد أنني أستطيع. لنجرب. عد 4 خطوات. 1، 2، 3، 4. 4 خطوات. انظر إلى هذه. رمية رائعة. واو، قوة. واو. لا أصدق عيني، يجب أن أغير حذائي الآن. ها. واو، ماذا يوجد بالداخل؟ مرحبا، ساعديني بالخروج من هنا. ها. هذا أنا ثور، لنلعب لعبة. ها. داشا، أرجوك ساعديني في فقع جميع البلالين. لا لا لا، لدي مطارق خاصة لك. هيا لنحطم الزرقاء. حسنا، هيا بنا. أزرق. عمل رائع. رائع. رائع يا داشا، والآن جرب الأصفر. أصفر. واو واو. والآن أحمر. واو، أحمر. والآن الأخيرة. أخضر. أخضر. واو، يا إلهي، أنا ثور. يا إلهي. واو، شكراً لمساعدتك. 1، 2، 3. لنحطم صندوق سبايدر مان. لا، فانيا، أرجوك ساعدني على استعادتهم. عليك الفصل بين الحشرات والعناكب. ها؟ ربما سيكون هذا مفيد. إنه يعمل. حسناً، أين سأضعهم؟ أها. حسناً، لنبدأ. انتهيت. والآن دوري. إنه هوك. أنا قوي جداً مثل هالك. عليك أن تكسر الحيطان. أحتاج إلى قوة هالك الخارقة. لا
لقد فعلتها. واو، صناديق سرية، هذا مثير للاهتمام. هيا لنرى، لنفعلها سوية. 3، 2، 1. ها؟ أين البطل الخارق؟ ربما سيكون حظي أفضل. ربما سيحالفنا الحظ مرة أخرى. أي صندوق سأختار؟ بالطبع هارلي كوين. واو، إنه مضرب هارلي كوين. واو، إنها لعبة التوصيل. في هذه اللعبة عليك فتح جميع الصناديق، وفي الدور الواحد يمكنك فتح صندوقين اثنين فقط. إذا لم تتطابق الأشكال عليك أن تغلق الصندوق، وإذا تطابقت الأشكال يمكنك أن تحتفظ بالصندوق مفتوحاً. حظاً موفقاً. لقد فهمت، لنبدأ. واو، المحاولة الأولى. أتمنى أن يحالفني الحظ الآن. ياي، فعلتها مرة أخرى. هارلي كوين و 2 المفضلة لدي. سأجرب واحدة أخرى. إنه باتمان حقيقي. مرحبا مانيا، لدي مفاجأة لك، احذري بأي يد. اليد اليمنى. هذا. نعم، إنها خالية. ياه، شكرا. عفوا، إلى اللقاء. لنرى ما بداخلها. واو، إنها عصا باتمان، سيارة باتمان. عصير باتمان. أحببتهم، سأحتفظ بهم. أوه يس. بقي صندوق واحد، لنفتحه سوية. أها. واو، أصبحنا أبطال خارقون. يا أطفال، تحدي اليوم هو القفز من خلال الأشكال المستحيلة. دعوني أشرح لكم، يجب عليك أن تقفز من خلال الأشكال دون أن تلمسها، ومن يفعل ذلك يحصل على نقطة، ولكن إذا كسرت الشكل لا تحصل على نقطة. تبدو سهلة. سهلة؟ لنرى. من سيقفز من خلال الشكل الآن؟ أنا. ستيفي، هيا بنا. ياي. ياي، حصلت على نقطة. هذا صحيح، نقطة لستيفي. أعتقد أنه دوري. حسناً فانيا، لننطلق. أها. ياي، حصلت على نقطة. ستكون سهلة، ابتعدوا عن طريقي. ها. ها.
عمل رائع مانيا. لنرى ما التالي. حسناً، الشكل التالي هو الآيس كريم، وعليك أن تعرف يجب أن تقفز للخلف هذه المرة. قفزة عكسية؟ وجميع من يفعلها يحصل على نقطتين. اثنتين. ياي، لقد فعلتها. حسناً، دوري. نجحت. فانيا يحصل على نقطتين. فتاة شجاعة، حصلت على نقطتين. سأريكم كيف. قفزة رائعة. سوف أختار أفضل شكل. هذه الجولة لن تكون سهلة، لأنه لدي فكرة كيف نجعل هذه الجولة أصعب. دعني أريكم الطريق. علي تخيل أنني قرش. نجحت. سوف أقفز الآن. حسناً، أستطيع فعلها. واو، هذا رائع. المكان مظلم. ياي، الغش ليس مسموح. فانيا، مانيا، داشا وستيفي فقط يحصلون على نقاط. لنختر شكلاً جيداً. حسناً، الجولة التالية ماريو. أوه، هذا الشكل صغير جداً، لكن لدي فكرة. هذا اللاعب سيأخذ مكاني، سيدخل في جميع الأشكال. لن أخذلك يا مانيا. بالتوفيق. من الجيد أن تكون صغيراً. أنا التالية. سهلة. وقت استخدام مهارات الجيمناستيك. انظروا. كانت سهلة جدا. لحظة، لدي فكرة. هاي، إذا نجحت أريد 3 نقاط. ياي، أنا الفائز. واو، فانيا، هذا كان مبدعا جدا. تأخذ 3 نقاط. جاء دوري. أعرف كيف أجعل هذه الجولة شيقة أكثر. كيف؟ عليك أن تقفز من خلال الشكل الآن. سهلة، أستطيع أن أفعلها. ستكون سهلة. هذا مسلٍ، أريد المزيد. هيا، أريد أن أقفز. فانيا، أريد الحصول على الشكل الأسهل. ماذا؟ من الصعب جداً القفز في هذا الشكل. هيا بنا فانيا، تستطيع فعلها. حسناً، لكن علي الحذر. فعلتها، فعلتها. سهلة جداً، أستطيع ذلك. ياي، نجحت. إنه دوري. إنها قفزة سهلة. والآن جاء دوري. ياي، نقطة
نقطة إضافية لي. يا أطفال، كان ذلك صعبا حقا، لذلك سأعطي كل واحد منكم نقطة إضافية. التالي. يا أطفال، أتمنى لكم حظا طيبا الآن. أستطيع أن أفعلها. كان ذلك حقا رائعا فانيا، لكن انكسر الشكل ولا نقاط لك. آسف. الجولة الأخيرة، أتمنى أن يكون شكل سهل. من المستحيل أن أمر من خلاله، إنه معقد جدا لنغيره. لا أستطيع فعلها. يا أطفال، كل شيء ممكن، عليكم الثقة بنفسكم قليلا. إذا تعتقد أنها سهلة، هيا أرينا. أرينا أرينا أرينا. حسنا، سأتحداكم، إذا مررت من خلال هذا الشكل أنا سأفوز وكلكم تخسرون. اتفقنا. حسنا. كلا، لا أريد أن أخسر، سأفعلها. لقد فزنا، لقد فزنا، لقد فزنا. هناك شيء مفقود. انظر ماذا يوجد لدينا هنا. سوف أبني بيت للأميرة. سوف أبني بيت الفامباير. أها. أها. الأميرة. مانيا، أقرصيني، هل أنا نائم؟ أتمنى ذلك. المنزل فارغ جداً، لنزينه. إنه فارغ تماماً، لكنه مكان رائع للغناء. لحظة. ها؟ الميكروفون الزهري ليس للفامبايرز. واحد اثنان، حرق قدميك. ثلاثة أربعة، حرك أكثر. خمسة ستة، رقصة فامباير. ها! أها. حرك أكثر. خمسة ستة، رقصة فامباير. أوه رائع، لدي شيء للجلوس عليه. دو 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 دو. شكرا جزيلا. وأنا سعيد أيضا، لدي كرسي. وقت اللعب. ها.
أتراجع عن كلامي، أستطيع العيش هنا. أفضل غرفة بلون أفتح، لكنني لا أمانع ذلك. أنا جائعة، أتمنى أن أجد شيئاً لذيذ. أها، فانيا، وجدت جهاز الحلوى. إيه؟ ها؟ إيه؟ أتمنى أن يكون صالحاً للأكل. هل ترين هذا؟ غريب، إنها حقيبة. نعم، لنفتحها سوية. 3، 2، 1. جميلة، لكننا لا نحتاجها هنا إطلاقاً. لدي فكرة. واو. ها. واو. هذا رائع، سأرتاح هنا كالفامباير الحقيقي. لنرى ماذا لدي. ها؟ أشعر بالملل يا أليكس، هيا لنخرج ونلعب في الخارج. فكرة رائعة، لنذهب. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ حسناً، يبدو أنه وقت النوم. حسناً. Let's go. يا أطفال، لنلعب لعبة التخفي بين الأشياء. نعم. لحظة، التخفي؟ كيف نفعل هذا؟ عليكم أن تتخفوا، أن تصبحوا غير مرئيين، هكذا. بابا، بابا، أين أنت؟ واو. القانون الرئيسي للعبة هو التخفي في العيان، ولديكم فقط 5 دقائق للاختباء. ماذا؟ هذا مستحيل. الآن دعونا نلعب لعبة الغميضة ذات 10 ثوان، وسنعرف بعدها من الذي سيمسك بنا. جاهزون؟ والآن اختاروا أدوات التخفي. كرات صفراء وحمراء، دب أزرق، صناديق الكرتون، النباتات الخضراء. الليجو؟ والآن لديكم 5 دقائق للاختباء. يبدأ الوقت الآن. أين سأختبئ؟ رائع، الكثير من صناديق الكرتون. سأختبئ بالداخل. محجوز. ليس هنا بالتأكيد.
نجرب هذه. ما هذه الأصوات؟ هذا ليس مضحك، لا أستطيع رؤية أي شيء. سينتهي الوقت، علي الاختباء. لن يجدونني هكذا أبدا. ستة وخمسين، سبعة وخمسين، ثمانية وخمسين، تسعة وخمسين. كيف سأختبئ هنا؟ هذا مستحيل. مرحبا. ها؟ وينزداي؟ نعم، أنا أعمل بالسر كخبيرة مكياج. لا تخبروا أحد. رائع. وهل ستساعديني في التخفي في الليجو؟ لا عليك. لنبدأ. أوكي. ترى. عمل رائع. أصبحت جاهزاً الآن لتحدي التخفي. كانت وينزداي على حق، أنا الآن جاهز للتخفي. مضى نصف الوقت. لا، سوف يجدني. بقي دقيقة واحدة للتخفي. لا 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 لا، سوف يجدني. واو واو، ممتاز. فكري. رائع، بقي شيء واحد. جاهزون؟ أنا قادم. هل من أحد هنا؟ أوكي. لا يوجد أحد. بيكابو. 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 ها، وجدتك. هاي، أنا نائم هنا. هل نمت هنا؟ أوه لا، لقد وجدتني. أنت مضحك يا أليكس. هاي، توقف. وجدت داشا. هاي،
لحظة. لقد وجدتني. نعم. من هنا؟ لا. أمسكت بك. أحسنت يا فانيا، هذه الأوراق جعلتني أعطس كثيرا. أوه يس. أمسكت بالجميع. ياي، كلهم باستثناء أبي. ساعدوني لنجده. بالتأكيد. بابا، أين أنت؟ بابا، أين أنت؟ نحن جائعون. هذا مكان رائع، لن يجدوني أبداً. شكراً على التوصيل السريع. لقد فقدت قطتي. ساعدوني، ساعدوني. ما الذي حصل؟ لماذا تبكين؟ لقد ضاعت قطتي، هل يمكنك مساعدتي؟ نعم بالتأكيد. واو. تفضلي بالجلوس. شكرا. أوه يس. علينا أن نطبع ملصقا لقطتك أولا، هل يمكنك وصفها؟ قطتي تبدو مثل. تفضلي. شكرا. هل تريدين بعض الماء؟ نعم من فضلك. شكرا، شكرا جزيلا. ما هو اسم قطتك؟ مخلل. هل لديها أي مواصفات؟ نعم، لديها جوارب ظريفة. لحظة. هل كل شيء صحيح؟ نعم. لا تقلقي، سوف أجد قطتك. هنالك شيء ما. ها أنت هنا. إنها مجرد فراشة. Excuse me. والثانية أيضا. Oh yes. ربما هنالك المزيد. أوه واو، لقد وجدته. قطتي. ماذا؟ قطتي. لحظة واحدة من فضلك. لا 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 شكرا، الحلوى مضرة جدا لأسناني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكراً. Oh
بيتي يحترق. ماذا سأفعل؟ ساعدوني ساعدوني ساعدوني. من يحتاج مساعدة؟ لا تقلق، سأساعدك. سوف أطفئها. شكرا جزيلا، لقد أنقذتني. على رحب وسعة. فكرة. لا، لست على ما يرام. أعتقد أنني مريض. ساعدوني ساعدني. لا تقلق، سأساعدك. اجلس هنا. لقد أكلت الكثير من الآيس كريم. نعم فعلت. No way. أها. انتظر لحظة. Okay. شكرا يا دكتور، أشعر بتحسن الآن. على رحب وسعة. شيء أخير. أوه لا، الثوم. أوه لا، متأكد؟ أهذا كاف؟ أشعر بتحسن كبير. هذا يبدو صعباً، أحتاج إلى مساعدة بالتأكيد. مرحباً، هل تحتاج إلى مساعدة؟ نعم، أحتاج مساعدة. لحظة. جاهز للعمل. نعم سوف ننجزها. حسنا. لنبدأ البناء. واو، شكرا جزيلا. الكعكة. No way. لا تقلقي، سوف أساعدك. <تصفيق>
شكرا. اختاري الكعكة. حسنا سوف أصنعها الآن. شكرا. هذه هي هديتي. شكرا. شكرا جزيلا لك. هل تقلديني؟ ستيفي هل تقلديني؟ أنا جادة، هل تقلديني؟ أنا جادة، هل تقلديني؟ مضحك، هل تقلديني؟ توقفي. مضحك، هل تقلديني؟ توقفي. لقد انتهيت. تقلديني؟ هل ما زلت تقلديني؟ فكرة. فكرة. مع فانيا. تقلديني؟ هل تقلديني؟ هذا ليس مضحكاً. هذا ليس مضحكاً. هم.
زلت تقلديني؟ ما زلت تقلديني؟ إلى أين ستذهبين؟ ألا تريدين تقليدي؟ قلد نفسك. أوه، علي تمشيط شعري. تقلدونني؟ هل تقلدونني؟ أها! هل ما زلتم تقلدونني؟ هل ما زلتم تقلدونني؟ علي الاختباء من داشا وأليكس. محجوز. للاختباء. أتمنى أن لا يجدونني. لقد فهمت، التقليد ليس جيدا. داشا أليكس، هيا لنذهب للعب. للعب. بابا. مرحبا. مرحبا. تزلج على الكرات. واو، انظروا ماذا وجدت، إنه لوح تزلج أحمر. لدي لوح تزلج أخضر. وأنا لدي لوحة تزلج أزرق. وأنا لدي لوح أصفر. فانيا، انظر إلى المحترفة الآن. أها. نعم، محترفة جداً. يا إلهي، يبدو أن داشا وأليكس نجحا في التزلج على الكرات. هذا سهل جداً. لم يكن التزلج ناجح، لكن علينا أن نصل إلى آخر البركة. هل أنت جاهزة للخسارة مرة أخرى؟ سوف نرى بشأن ذلك يا أخي. Thank you.
أصعب من ما تخيلنا. نعم. انظروا ماذا وجدت يا رفاق، إنها سيارة إطفاء. واو، سوف أبحث عنها أيضاً. واو، انظروا سيارة. لدي فكرة يا رفاق، لنقود سياراتنا من البرج إلى البركة. ها، بينجو. أوه، أنا التالية. ممتعاً، لكن جميع السيارات وقعت في البركة. ماذا عن هذا الديناصور؟ أوه، وحش قوي. هذه مزحة، سوف يأخذ سنوات. فانيا، عليك أن تصبر. أسرع. أخذ الكثير من الوقت، لنأخذ استراحة. إبريق الشاي. ها، كوب. الصحون. جاهز لاستراحة الشاي. واو، أريد أن أجرب هذا. رائع. واو، معجون الحلاقة. ما الذي يحدث هنا؟ فانيا، ماذا تفعل؟ أوه. فانيا، هذا ليس للأطفال. اغسل يديك وفكر بالذي فعلته. حسناً. هيا أمامي. هيا بسرعة. أنت معاقب لمدة 5 دقائق. أوكي. اجلس هنا وفكر جيداً بالذي فعلته. أنت معاقب ل5 دقائق. انتهى الوقت، يمكنك الذهاب، لكن هل تريد إخباري بشيء ما؟ أنا آسف، لن أفعلها مرة أخرى. رائع يا بني، يبدو أنك تعلمت درسك. هيا بنا. واو، أريد اللعب فيها. أوه يس. ستيفي، ماذا تفعلين هنا؟ أنا أقود السيارة. لا يمكنك ذلك، إنها سيارة حقيقية، أنت معاقبة. أنت معاقبة ل5 دقائق. انتهى الوقت، بإمكانك الذهاب. لن ألعب فيها، لكنني أريد أن أقود سيارة. لدي فكرة، تعالي معي.
لا يمكنك قيادة سيارة، لكن يمكنك قيادة هذه. واو، شكراً بابا. العفو. هيا لنقود. ماهرة كأبيها. واو. هيا هيا انطلقي. أريد أن أصبح قوياً مثله. وقت الاستراحة. ثقيلة جداً. فانيا، ماذا تفعل هنا؟ أريد أن أصبح قوياً مثلك. أوه لا، هذه الأوزان ليست للأطفال. آه، وكيف سأصبح قوياً؟ لدي فكرة. انظر ماذا أعددت لك. هيا بنا. أوه، رائع، ماهر جداً. Excellent. أحسنت يا فانيا، عمل رائع. هل تحب التمرين هنا؟ نعم أحبه، شكرا بابا. أجرب هذا. مانيا. مانيا، ماذا تفعلين؟ ألعب في مكياجك. لا يمكنك اللعب، هذا مكياج حقيقي. جدتي. لننظف وجهك. جيد، والآن أنت معاقبة. حسناً جدتي. يا جدتي، أردت فقط اللعب في مكياجك. فكرة. أوه، يا، أوكي. ترى. واو، طاولة المكياج للأطفال. لعبة المكياج. المزيد من المكياج.